نبدأ بإذن الله ولادنا الطلبة الفيديو السادس من شرح الاتزان الكيميائي الباب الثالث. الفيديو اللي فات كان عندنا صفحة 18 مثال 2 كان واجب، تعال نشوفه مع بعض ونتناقش فيه مع بعض. بيقول لي في التفاعل المتزن التالي N2 غاز زائد 3H2 غاز هينتج 2NH3 غاز، ماذا يحدث عند زيادة الضغط؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الضغط لا يؤثر الا في الأنظمة الغازية التي يكون فيها المتفاعلات غازات والنواتج غازات، وعرفنا ملحوظة مهمة أن الضغط يتناسب عكسيا مع عدد الجزيئات، ما بين الضغط وعدد الجزيئات علاقة عكسية، واتفقنا إن احنا لما ندخل على النظام الغازي ونشتغل على الضغط يبقى لازم نقف نعد عدد الجزيئات المتفاعلة والناتجة. الجزيئات المتفاعلة هنا 1 و3 يبقى مجموع الجزيئات المتفاعلة 4، والنواتج عندنا هنا 2، تتغير عدد الجزيئات يبقى الضغط هيأثر. زيادة الضغط لما زود ضغط عدد الجزيئات يقل، وزي ما انت شايف كده عدد الجزيئات هيقل من 4 ل 2، وده هيحدث في الاتجاه الطردي. يبقى هقول له عند زيادة الضغط ينشط التفاعل، ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي. ها قول معايا كده، ازود ضغط ينشط التفاعل في الاتجاه الذي يقلل، ازود ضغط عدد الجزيئات يقل، يقل من 4 ل 2، والاتجاه ده هو الاتجاه الطردي. تقليل حجم الوعاء، احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت ان عند ثبوت درجة الحرارة بين الضغط والحجم هناك علاقة عكسية، فتقليل حجم الوعاء معناه زيادة الضغط. هو يسألني في الضغط عن طريق الحجم، والعلاقة ما بين الضغط والحجم علاقة عكسية، فعند زيادة الضغط بتقليل حجم الوعاء يبقى احنا طلعنا الرقم واحد تاني، وهناخد نفس إجابة رقم واحد وهي ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي. تقليل الضغط، لما أقلل الضغط عدد الجزيئات يعمل يا رجالة؟ تمام، يزيد، لأن العلاقة بين الضغط وعدد الجزيئات علاقة عكسية. عدد الجزيئات يزيد في الاتجاه لما اتحرك من 2 ل 4، لما اتحرك من 2 ل 4 يبقى ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي. ها ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي. تمام يا شباب؟ ندخل على النقطة رقم 4، زيادة حجم الوعاء، العلاقة بين الحجم والضغط علاقة عكسية، زيادة حجم تعني تقليل الضغط. زيادة حجم تعني تقليل الضغط، يبقى احنا رجعنا الرقم 3 تاني، وبرضه ينشط التفاعل في الاتجاه العكس الذي يقل، آسف، الذي يزيد فيه عدد الجزيئات بتقليل الضغط. اكتب معادلتي كي سي وكي بي. كي سي السي تركيزات، يبقى تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، وفكرك ان التركيز كان اقواس مربعه. الناتج بتاعنا ان اتش 3 اس 2 على تركيز المتفاعلات ان 2 في تركيز الهيدروجين، ها اس كام؟ 3، صح كده. يبقى الكي سي تركيز النواتج غاز النشادر مرفوع الاس 2 على تركيز غاز النيتروجين مرفوع الاس 1 في تركيز غاز الهيدروجين مرفوع الاس 3. تعال نروح للكي بي. الكي بي بدلاله البريشر اللي هو الضغط، يبقى ضغط الغاز الناتج، وغاز الناتج هو غاز النشادر، يبقى ضغط غاز النشادر ان اتش 3 مرفوع الاس 2 على ضغط غاز النيتروجين مرفوع الأس 1 في ضغط غاز الهيدروجين مرفوع الأس 3، ودي معادلة الكي بي. نروح يا رجالة لدراسة سرعة التفاعل الكيميائي. أفكرك إن احنا بندرس العوامل التي تؤثر على سرعة أو معدل التفاعل الكيميائي، وكان عندنا 6 عوامل. بدأنا بطبيعة المواد المتفاعلة، تركيز المواد المتفاعلة، الضغط، والنهارده معانا النقطة الرابعة وهي درجة الحرارة وتأثيرها على سرعة التفاعل الكيميائي. تعالى نظبط مع بعض كده بعض المعلومات البسيطة. أفكرك إن أنا كلمتك قبل كده عن نظرية اسمها نظرية التصادمات. عملت إيه نظرية التصادمات؟ نظرية التصادمات لتفسير حدوث التفاعل الكيميائي. نظرية التصادمات لتفسير حدوث التفاعل الكيميائي.
هذه النظرية قالت لنا بما أن الجزيئات تتصادم، ها قول معايا كده، بما أن الجزيئات إيه؟ تتصادم، إذن الجزيئات تتفاعل. الجزيئات تتصادم، إذن الجزيئات تعمل إيه؟ تتفاعل. ولكن مش أي جزيئات هتتصادم هيحدث بينها تفاعل. إحنا وضحنا الحتة دي وقلنا نخلي بالنا إن الجزيئات التي تتصادم وتتفاعل هي الجزيئات ذات السرعات العالية جدا. ها ذات السرعات العالية جدا، ليه؟ لأن هذه الجزيئات هتعمل نوع من التصادمات بنسميه تصادم مثمر. تصادم يا رجالة مثمر أو تصادم فعال. تصادم مثمر أو تصادم فعال معناه إنه يؤدي إلى كسر الروابط بين ذرات الجزيئات عشان تقدر تدخل في تفاعل كيميائي. كمان مرة، نظرية التصادمات لتفسير حدوث التفاعل الكيميائي، الجزيئات تتصادم إذن الجزيئات تتفاعل. مش أي جزيئات تتصادم تتفاعل، إن في تصادمات غير مثمرة. الجزيئات ذات السرعات العالية جدا فقط هي التي تتفاعل، لأنها بتعمل تصادم مثمر أو تصادم فعال يؤدي إلى كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة. نروح لنقطة تانية يا رجالة، وهي طاقة التنشيط. طاقة التنشيط هي أقل طاقة يجب أن يمتلكها الجزيء علشان يقدر يدخل التفاعل الكيميائي، تمام؟ لو الجزيء بتاعنا عنده طاقة بتساوي طاقة التنشيط أو أكبر منها هيقدر يشارك في التفاعل الكيميائي. طب لو طاقته أقل من طاقة التنشيط يبقى مش هيقدر يدخل في التفاعل الكيميائي. ما المقصود بطاقة التنشيط؟ قال لي طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة، الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء. الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء. ليه؟ لكي يتفاعل. ها إمتى؟ لكي يتفاعل عند الاصطدام. من أول تاني رجال، يعني طاقة التنشيط اللي الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند الاصطدام. يعني الحد الأدنى يعني أقل طاقة لازم يمتلكها الجزيء عشان يقدر يتفاعل. طب لو طاقته أقل من طاقة التنشيط لا يدخل في التفاعل الكيميائي. طب لو طاقته بتساوي طاقة التنشيط أو أكبر هيدخل في التفاعل الكيميائي. آخر مرة مع بعض، ما المقصود بطاقة التنشيط؟ قال الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند الاصطدام. طب لو الجزيء بتاعنا عنده طاقة أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط نسميه إيه؟ قال نسميه الجزيء المنشط. أو نطلق على الجزيئات بتاعتنا أنها جزيئات منشطة. يعني إيه الجزيئات المنشطة؟ قال لي هي جزيئات طاقة حركتها أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط. تاني يا رجالة مع بعض، هي جزيئات طاقة حركتها. يلا قول معايا كده، ما المقصود بالجزيئات المنشطة؟ قال لي جزيئات طاقة حركتها تساوي طاقة التنشيط. ها؟ تساوي مين؟ طاقة التنشيط، أو تكون أكبر منها يعني تفوق. يلا آخر مرة مع بعض، يعني إيه جزيء منشط؟ يعني إيه جزيئات منشطة؟ يعني جزيئات طاقة حركتها تساوي طاقة التنشيط أو تفوق. تمام؟ آخر مرة، ما المقصود بطاقة التنشيط؟ قال الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند الاصطدام. طب يعني إيه جزيئات منشطة؟ الجزيئات طاقة حركتها تساوي طاقة التنشيط أو تفوقها. الجزيء بتاعنا مع طاقة بتساوي طاقة التنشيط أو أعلى منها هيقدر يدخل التفاعل، لكن لو طاقته أقل من طاقة التنشيط مش هيقدر يدخل التفاعل الكيميائي. نروح لملحوظة مهمة، والعلماء عملوا كثير من التفاعلات وطلعوا بنتيجة معينة من هذه التفاعلات. لوحظ أن معظم التفاعلات الكيميائية، معظم التفاعلات الكيميائية بتزداد سرعتها. معظم التفاعلات الكيميائية بتزداد سرعتها إلى الضعف تقريبا. ها تاني من الأول،
لوحظ أن معظم التفاعلات الكيميائية تزداد سرعتها إلى الضعف. إمتى؟ قال لي لو رفعنا درجة حرارتها بارتفاع درجة حرارتها بمقدار 10 درجة سيليزية. من الأول تاني، ملحوظة مهمة: بعد إجراء كثير من التفاعلات الكيميائية لوحظ أن معظم التفاعلات الكيميائية سرعتها بتزداد إلى الضعف لما أرفع درجة حرارتها بمقدار كم درجة رجالة؟ 10 درجة سيليزية. نتناقش مع بعض في سؤال مهم، سؤال علل، سؤال امتحانات. علل تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بارتفاع درجة الحرارة. ليه لما برفع درجة الحرارة بتزداد سرعة التفاعل الكيميائي؟ ناخدها واحدة واحدة مع بعض. قلت له لأن أنا لما برفع درجة الحرارة بزود طاقة حركة الجزيئات. لو كان عندي في وسط التفاعل جزيئات طاقة حركتها أقل من طاقة التنشيط، فأنا لما برفع درجة الحرارة بدي هذه الجزيئات طاقة، فبزود طاقة حركة الجزيئات. ولما زود طاقة حركة الجزيئات ده بيؤدي إلى زيادة نسبة الجزيئات المنشطة، يعني عدد الجزيئات المنشطة بيزيد. ولما عدد الجزيئات المنشطة يزيد ده هيؤدي إلى زيادة معدل التصادمات بين الجزيئات. قلنا قبل كده في التركيز لما عدد الجزيئات يزيد ده هيؤدي إلى زيادة فرص التصادم بين الجزيئات. ولما يزيد فرص التصادم بين الجزيئات، التصادمات المثمرة اللي بتعمل على كسر الروابط، ده في النهاية هيؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. من الأول تاني يا شباب، علل تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بارتفاع درجة الحرارة. لما برفع درجة الحرارة بزود طاقة حركة الجزيئات. لما زود طاقة حركة الجزيئات ده بيؤدي إلى زيادة نسبة الجزيئات المنشطة، يعني عدد الجزيئات المنشطة بيزيد. لما عدد الجزيئات المنشطة بتزيد، اللي هي الجزيئات اللي بتشارك في التفاعل، فرص التصادم بينها بيزيد، وبالتالي هتؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي. نروح لسؤال علل تاني، سؤال مهم: الجزيئات المتصادمة ذات السرعات العالية جدا فقط هي التي تتفاعل. قلناها دي وفصلناها مع نظرية التصادم. ليه الجزيئات المتصادمة ذات السرعات العالية جدا فقط هي التي تتفاعل؟ فقلت له لأنها جزيئات منشطة. لأنها جزيئات يا شباب، جزيئات منشطة. طالما تتفاعل يبقى هي جزيئات منشطة، وطاقة حركتها العالية. طاقة حركتها ليه العالية؟ بتكون أكبر من أو تساوي، بتكون أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط، أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط. لما تكون طاقة حركتها العالية جدا دي أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط، ده هيمكنها من إيه؟ قال لي تمكنها من كسر الروابط بين الجزيئات، تمكنها من كسر الروابط بين الجزيئات. معنى إن أنت كسرت الروابط بين الجزيئات ده يعني حدوث التفاعل الكيميائي، فيحدث التفاعل الكيميائي. من الأول تاني، علل الجزيئات المتصادمة ذات السرعات العالية جدا. مش أي جزيئات، اللي سرعتها عالية جدا فقط هي التي تتفاعل. ليه؟ قال لي طالما بتتفاعل يبقى هي جزيئات منشطة قدرت تدخل التفاعل الكيميائي، وطاقة حركتها العالية بتكون أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط، وبالتالي هتقدر تكسر الروابط بين الجزيئات. وانت عارف في مفهوم التفاعل الكيميائي ان كسر الروابط بين الجزيئات المتفاعلة يعني حدوث التفاعل الكيميائي. هنروح يا شباب لتجربة مهمة جدا توضح أثر درجة الحرارة على سرعة تفاعل متزن. ندرس المعادلة واحدة واحدة بالتفصيل وبعدين ندخل على تفاصيل التجربة. هنبدأ باتنين جزيء من غاز NO2، وانت عارف ان غاز NO2 ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر، تمام؟ هنروح ناخد، هنجيب دورق زي ما هنرسم دلوقتي ونحط فيه غاز ثاني أكسيد النيتروجين
ان اوتو لونه بني محمر، ونعمل له عملية تبريد. هنحطه في وسط مبرد، فنعمل له عملية تبريد. هيبدأ ينشط التفاعل بتاعي في الاتجاه الطردي. عملية التبريد هتخلي كل اتنين جزئين من NO2 يتحدوا مع بعض علشان يعمل لي جزئين N2O4، غاز رابع أكسيد النيتروجين، وده بيكون عديم اللون. هذا التفاعل يصاحبه انطلاق حرارة، ولما التفاعل بتاعي يصاحبه انطلاق حرارة بنصنفه أنه تفاعل طارد للحرارة. الأول تاني، يتحد 2 جزئين من غاز ثاني أكسيد النيتروجين بالتبريد في الاتجاه الطردي عشان يكون لي جزيء واحد من N2O4، غاز رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون زائد هيت حرارة. هذا التفاعل تفاعل طارد للحرارة. يبقى أنا ماشي في الاتجاه الطردي، اللون البني بيقل تدريجيا حتى يصبح عديم اللون، يزول اللون البني المحمر. طب ايه رأيكم تعالوا نرجع تاني ونسخن، نعمل عملية تسخين، وبدل ما تنطلق حرارة احنا ندي الغاز بتاعنا طاقة، فيبدأ الجزيء الواحد من N2O4 ينحل في الاتجاه العكسي. ها تاني، يبدأ جزيء ال N2O4 عديم اللون ده لما احنا نديله طاقة، يبدأ الجزيء يتفكك، واحد عديم اللون يتفكك الى 2 غاز لونه بني محمر. كمان مرة، يبقى غاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر لما نعمله عملية تبريد، كل 2 جزيء منه يتحدوا يديني 1 جزيء من غاز رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون، في التفاعل بتاع اتجاه الطرد بيكون طارد للحرارة. طب أنا لو سخنت بقى رجعت له الحرارة، هيبدأ الجزيء الواحد من N2O4 عديم اللون يتفكك في الاتجاه العكسي بالتسخين، ويديني 2 جزيء من غاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر. نبدأ مع بعض في شرح التجربة العملية. هنجيب دورق زجاجي، والدورق الزجاجي بيبقى فيه غاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر، وبيكون هذا الغاز مختلط مع غاز ثاني أكسيد النيتروجين N2O4 عديم اللون في درجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة بنقدرها شباب بحوالي 25 درجة سيليزية، يعني درجة الحرارة العادية بدون تسخين وبدون تبريد. هنا هنلاحظ ان الخليط بتاعي في الدورق عبارة عن خليط لونه بني محمر. خليط لونه بني محمر بدرجة لون معينة، لان هنا هو عبارة عن خليط من البني وعديم اللون مع بعض. تعالوا في الخطوة الأولى ناخد هذا الدورق ونضعه في مخلوط مبرد، ممكن يكون ماء بارد وممكن يكون جليد مجروش، تلج مكسر. نجيب قطع جليد مجروش بهذا الشكل كده شباب علشان نضع الدورق بتاعنا في وسط بارد. تمام، هنلاحظ ان اللون طبعا لما نيجي نعمل عملية تبريد هيبدأ ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، ويبدأ اللون البني المحمر بتاعي يخف تدريجيا حتى يصبح عديم اللون، ويصبح كل الغاز اللي موجود في الدورق عندي عبارة عن رابع اكسيد النيتروجين عديم اللون. الغاز اللي هيبقى موجود في الدورق عندي هنا عديم اللون. من الاول تاني يا شباب، يبقى احنا جبنا دورق زجاجي فيه غاز ثاني اكسيد النيتروجين، بيبقى في درجة الحرارة العادية، درجة حرارة الغرف 25 درجة سيليزية، مختلط مع غاز ثاني اكسيد النيتروجين، مختلط مع رابع اكسيد النيتروجين عديم اللون، والخليط عامل لي خليط لونه بني محمر. هنبدأ في الخطوة الأولى نضع الدورق بتاعنا في مخلوط مبرد، ممكن ماء بارد ممكن جليد مجروش. هنلاحظ ان اللون البني بالتبريد، نروح للمعادلة، هنلاحظ ان اللون البني خلاص في بالتبريد اللون البني هيبدأ يتحول تدريجيا الى الغاز عديم اللون، وهنيجي في لحظة معينة هنجد ان كل الغاز اللي بيملى الدورق
عندي هو غاز رابع أكسيد النيتروجين عديم ألو. في الخطوة الأولى خدنا الذرة بتاعنا وبه غاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر، وضعناه في وسط مبرد، فلاحظنا إن اللون البني المحمر يخف تدريجيا حتى يزول. تعال نطلع الذرة ده بتاعنا من الوسط المبرد ونرجعه مرة تاني إلى درجة حرارة الغرفة، هنلاحظ إن اللون البني هيبدأ يعود مرة أخرى. تعال بعد ما اللون البني عاد مرة أخرى ناخد هذا الدورق ونضعه في إناء دورق أو كأس به ماء ساخن. ماذا تلاحظ هنا في ماء ساخن؟ هنلاحظ إيه؟ قال لي هنلاحظ طبعا لما أستخدم أو أحط الدورق بتاعي في ماء ساخن يبقى أنا بعمل عملية تسخين. التسخين هيبدأ يفكك لي الغاز عديم اللون N2O4 عديم اللون ويحوله لي مرة أخرى إلى غاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر. فهنلاحظ ان الدورق بتاعي هيسود عليه الغاز ذو اللون البني المحمر وتزداد درجة اللون البني المحمر، تزداد درجة اللون البني المحمر. نركز جدا يا شباب في الرسم مع البيانات اللي عليه مع المعادلة. يبقى احنا في درجة حرارة الغرفة عندنا غاز لونه بني محمر مختلط مع الغاز عديم اللون، تمام. في الخطوة الأولى وضعناه في وسط مبرد مخلوط مبرد، فلاحظنا إن اللون البني المحمر بيبدأ يخف تدريجيا حتى يزول. رجعناه لدرجة حرارة الغرفة بدأ يعود اللون البني مرة أخرى، وضعناه في ماء ساخن فبدأ اللون أو درجة اللون البني المحمر تزداد في الدورق بهذا الشكل وتزداد درجة اللون البني المحمر. هذا النشاط تعالى نستنتج منه، نطلع الاستنتاج بتاعنا ايه. لو رجعنا للمعادلة هنجد ان التفاعل بتاعنا تفاعل طارد للحرارة. هنستنتج حسب قاعدة لوشاتيليه ان التفاعل بتاعنا لو كان تفاعل طارد للحرارة واحنا عملنا عملية تبريد ينشط في الاتجاه الطردي. عملية تبريد يعني خفض درجة الحرارة، التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي. طب لو عملنا عملية عكسية وهي عملية التسخين برفع درجة الحرارة، حسب المعادلة زي ما انت شايف التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. هنروح يا شباب مع بعض لصفحة رقم 20 نحل بعض الاختيارات مع بعض. اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1 الرسم البياني الذي يوضح العلاقة بين معدل التفاعل الكيميائي ودرجة الحرارة، تمام. احنا عرفنا في سؤال علل قبل كده ان كل ما برفع درجة الحرارة بيزيد معدل التفاعل الكيميائي، يعني العلاقة بينهما علاقة طردية. ألف ولا ب ولا ج ولا د تعبر عن علاقة طردية ما بين درجة الحرارة ومعدل التفاعل الكيميائي؟ طبعا هتكون الإجابة ج، تمام يا شباب. خش على رقم 2، أي من التغيرات الآتية تزيد من طاقة حركة الجزيئات المتفاعلة؟ مين اللي يزود طاقة حركة الجزيئات؟ لو رجعنا لسؤال علل هنلقى إن رفع درجة الحرارة هو العامل الذي يزيد من طاقة حركة الجزيئات، يبقى الإجابة ب. رقم 3 بيقول لي يزيد ارتفاع درجة الحرارة من سرعة التفاعل الكيميائي نظرا لأنه ارتفاع درجة الحرارة بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي لأنه، هل لأنه بيزيد من أعداد الجزيئات المنشطة؟ طبعا صح. هل لأنه بيمكن الجزيئات المتفاعلة من كسر الروابط بين ذراتها؟ طبعا صح. هل بيزيد من فرص التصادم بين الجزيئات المتفاعلة؟ طبعا صح. فتكون الإجابة جيم جميع ما سبق. رقم 4 بيقول لي تتضاعف سرعة الكثير بين التفاعلات الكيميائية عنده، طبعا قلنا ملحوظة مهمة ان لما برفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجة مئوية، الإجابة ألف، بتتضاعف سرعة الكثير بين التفاعلات الكيميائية. 5 يفضل التعبير عن تركيز الغازات بطريقة، هل الضغط الجزئي ولا التركيز المولاري ولا التركيز العيالي؟ قلت له طبعا الغازات تقبل، الغازات فقط هي التي تقبل الانضغاط، فتكون الإجابة ألف، يفضل التعبير عن تركيز الغازات بطريقة الضغط الجزئي.
نروح ليه ثانيا، بيقول لي اشرح مستعينا بالمعادلات ماذا يحدث عند وضع درع زجاجي مغلق مملوء بغاز ثاني أكسيد النيتروجين البني المحمر في إناء به مخلوط مبرد. طبعا احنا عارفين لما يكون عندي غاز ثاني أكسيد النيتروجين 2NO2 غاز لونه بني محمر، تمام يا شباب؟ هو عايز هنا في حالة التبريد، يعني أنا هعمل سهم في اتجاه واحد بس. ليه؟ لأن أنا ما بعملش تبريد وأرجع أعمل تسخين، هو عايز وضع التبريد بس. لما أعمل تبريد هيبدأ ينشط في الاتجاه الطردي ويبدأ يتحول اللون البني المحمر إلى عديم اللون، لأن الغاز ثاني أكسيد النيتروجين كل 2 جزيء منه بالتبريد يتحدوا ويعملوا له جزيء من رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون، وإحنا عارفين إن هذا التفاعل في الاتجاه الطردي بيكون طارد للحرارة. يبقى المعادلة بتاعتي 2NO2 غاز بني محمر، وأكتب اللون طبعا، بالتبريد ينشط في الاتجاه الطردي، تمام، يتحول لغاز N2O4 عديم اللون زائد H، تمام. طب هقول له بقى ماذا يحدث؟ قلت له يخف اللون البني المحمر تدريجيا حتى يزول. تاني يا شباب، ماذا يحدث عند وضع دورق زجاجي مغلق مملوء بغاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر فيه مخلوط مبرد؟ بعمل عملية تبريد، ينشط تفاعل في الاتجاه الطردي، يحول الغاز ثاني أكسيد النيتروجين لونه بني محمر إلى غاز رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون، يخف اللون البني المحمر تدريجيا حتى يزول، حتى يا شباب يزول. نروح لصفحة 20، عندنا سؤال علل، بيقول لي يزول لون غاز ثاني أكسيد النيتروجين عند تبريده. لو احنا ركزنا في السؤال، هو بيكلمني في السؤال اللي قبله برضه، ان غاز ثاني اكسيد النيتروجين لونه بني محمر بيتحول الى عديم اللون عند حدوث عملية التبريد. تعال نشوف الاجابة مع بعض ونتناقش فيها واحدة واحدة. يزول لون غاز ثاني اكسيد النيتروجين عند تبريده، طبعا احنا عارفين ان ثاني اكسيد النيتروجين بالتبريد ينشط في الاتجاه الطردي والتفاعل بتاعنا تفاعل طارد للحرارة. قال لي لان عند خفض درجة حرارة تفاعل طارد للحرارة. اتفقنا قبل كده لما يكون التفاعل بتاعنا تفاعل طارد للحرارة واحنا نخفض درجة الحرارة، ده هيخليه ينشط في الاتجاه الطردي. حسب المعادلة اللي فوق، لما ينشط في الاتجاه الطردي هيبدأ يتحول من NO2 لونه بني محمر إلى N2O4 عديم اللون. تكوين اتجاه الطردي ده هو اتجاه تكوين غاز N2O4 عديم اللون، والاتجاه الطردي هو الاتجاه الذي ينتج فيه الحرارة، لأن التفاعل بتاعنا ده تفاعل طارد للحرارة. مع تكوين الـ N2O4 عديم اللون تنطلق طاقة. كمان مرة، ليه يزول لون غاز ثاني أكسيد النيتروجين عند تبريده؟ قال لي لأن عند خفض درجة حرارة تفاعل طارد للحرارة، هذا التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي. حسب المعادلة اللي فوق، الاتجاه الطردي ده باتجاه تكوين غاز رابع أكسيد النيتروجين عديم اللون هو الاتجاه الذي ينتج فيه الحرارة. ننتقل إلى سؤال آخر، والسؤال الثاني بيقول لي بالرغم من أن تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين طارد للحرارة، إلا أن التفاعل لا يبدأ إلا بعد التسخين. طالما إن التفاعل طارد للحرارة ولازم أسخن، ده علشان الجزيئات تكتسب طاقة وتصبح جزيئات منشطة. تعال نقول له حتى تكتسب الجزيئات، حتى تكتسب الجزيئات الطاقة اللازمة لبدء التفاعل. تكتسب الجزيئات الطاقة اللازمة لبدء التفاعل وتصبح جزيئات منشطة. يعني ايه جزيئات منشطة يا شباب؟ يعني جزيئات طاقة حركتها أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط، تقدر تدخل التفاعل الكيميائي، تقدر تكسر الروابط بين الذرات جزيئات المواد المتفاعلة، وبالتالي يحدث التفاعل الكيميائي. تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين طارد للحرارة ماشي، بس التفاعل ده مش هيبدأ إلا بعد ما أسخن، عشان الجزيئات تكتسب الطاقة اللازمة لبدء التفاعل
وتصبح جزيئات منشطة. انت هتديها طاقة عشان تبدأ التفاعل خلاص، وبعد كده هي لما يحدث التفاعل، التفاعل بتاعنا طارد للحرارة، هينتج عنه طاقة حرارية هائلة، طاقة حرارية أكبر من الطاقة التي امتصها. التفاعلات بتاعتنا، أي تفاعل بيتم على خطوتين، كسر روابط وتكوين روابط، لما تكون الطاقة المنطلقة أكبر فبيصنف هذا التفاعل تفاعل طارد للحرارة. آخر مرة، علل بالرغم من أن تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين طارد للحرارة إلا أن التفاعل مش هيبدأ إلا بعد ما تسخن. ليه؟ قلت له علشان أدي الجزيئات طاقة فتصبح جزيئات منشطة تقدر تبدأ بيها التفاعل الكيميائي حتى تكتسب الجزيئات الطاقة اللازمة لبدء التفاعل وتصبح جزيئات منشطة. نرجع يا شباب نحل الواجب بتاع الفيديو اللي فات، صفحة 17 مثال 2 بيقول لي فيها التفاعل المتزن التالي: سي صلب زائد سي او 2 غاز هينتج 2 سي او غاز، الكي بي 1.6 × 10³. احسب الضغط الجزئي لغاز اول اكسيد الكربون اذا كان ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون 18.3 اتموسفير بريشر. تعال ندخل على النقطة الاولى. طبعا انت عارف ان الكي بي بيساوي ضغط الغاز الناتج اللي هو ضغط غاز اول اكسيد الكربون مرفوع لأس 2 على ضغط غاز ثاني أكسيد الكربون. الكي بي عندنا ب1.6 × 10³ هيساوي ضغط غاز أول أكسيد الكربون سي أو مجهول مرفوع لأس 2 على ضغط غاز ثاني أكسيد الكربون ب18.3. طرفين في وسطين، يبقى ضغط غاز أول أكسيد الكربون الكل تربيع بيساوي 1.6 × 10³ × 18.3، ولما نحسبها هتطلع معانا 29,280. ناخد الجذر التربيعي عشان نجيب ضغط غاز أول أكسيد الكربون بيساوي الجذر التربيعي ل 29,280 عشان يطلع معانا 171.11 اتموسفير بريشر. هننتقل للنقطة ب، بيقول لي احسب قيمة ثابت الاتزان كي سي للتفاعل السابق اذا علمت ان تركيز كل من السي او 2 والسي او على الترتيب 5%. طبعا السي او 2 الاول تركيزه 5%، والسي او الثاني هيبقى تركيزه 83%. طب احنا عارفين المعادلة، السي صلب الكربون، الصلب لا يكتب في معادلة حساب ثابت الاتزان. تعالوا مع بعض نحل النقطة ب، وعايزين نحسب ثابت الاتزان كي سي بيساوي تركيز النواتج، والنواتج هي غاز أول أكسيد الكربون مرفوع لأس 2 على تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون. نعوض مع بعض، يبقى هيساوي أول أكسيد الكربون تركيز أول أكسيد الكربون ب83% الكل تربيع على 5% تركيز ثاني أكسيد الكربون، ولما نحسب مع بعض يا شباب هيطلع معانا 13,778، واحنا عارفين ان الكي سي ليس له وحدة قياس. ننتقل لتدريب 1 صفحة 17. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية. رقم 1 بيقول لي مجموع الضغوط الجزيئية لخليط المتفاعلات والنواتج في تفاعل غازي. طبعا مجموع الضغوط الجزئية اللي احنا قلنا عليها قبل كده يا شباب هو الضغط الكلي للتفاعل، الضغط الكلي للتفاعل. رقم 2 التفاعل الذي يسير بشكل جيد عندما يكون ثابت الاتزان كي سي صغيرا. طبعا لما يكون قيمة الكي سي صغيرا هيكون التفاعل العكسي هو السائد. رقم 3 التفاعل السائد عندما يكون ثابت الاتزان كي سي كبيرا، لما يكون قيمة الكي سي كبيرا
هيكون التفاعل الطردي هو السائد. 4، بيقول لي ثابت اتزان التفاعل الانعكاسي بدلالة تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. طبعا هذا الثابت هيكون هو ثابت الاتزان بدلالة التركيز KC. 5، ثابت اتزان التفاعل الانعكاسي بدلالة الضغط الجزئي للمتفاعلات والنواتج، يبقى بيكلمني عن الKB. 6، أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يتواجد في الهواء عند درجة حرارة معينة. طبعا طالما أقصى ضغط يا شباب يبقى ده ضغط بخار الماء المشبع، ضغط بخار الماء المشبع. 7، تفاعلات تسير في اتجاه واحد غالبا، طبعا دي التفاعلات التامة. أنا سامعك بتحل معايا، برافو عليك. رقم 8، مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن، طبعا ده معدل التفاعل الكيميائي، معدل التفاعل الكيميائي اللي رمزه عندنا R small. رقم 9، بيقول لي نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج. طبعا انت عارف ان ده مفهوم الاتزان الكيميائي، والاتزان الكيميائي بيحدث في التفاعلات الانعكاسية. نروح لرقم 10، نظام ساكن على المستوى المرئي وديناميكي على المستوى غير المرئي، طبعا ده هيكون النظام المتزن. نروح لتدريب 2 يا شباب مع بعض كده بسرعة. بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة، تتغير قيمة KB لتفاعل غازي متزن بتغير نقط. طبعا انت قلنا قبل كده وركزنا عليها ان عشان تغير قيمة الKB يبقى لازم تغير درجة حرارة التفاعل، يبقى رقم 1 هتكون الإجابة B. رقم 2، يربط قانون فعل الكتلة بين كل من قانون فعل الكتلة للعالمان جولدبرج وفاك، يربط بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المتفاعلات، يعني رقم 2 برضو هتكون الإجابة ب. وهنكتفي بكده وإن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم، ويعينكم ربنا.